أثناء المكالمات من المواطنين اضغط 1. يرجى الانتظار لحين تحول مكالمتك لأحد عملائنا. السلام عليكم، وزارة الصحة، كيف ممكن أساعدك؟ كيف حالك؟ الله يديك العافية، كيف أخبارك؟ ما هي أعراض مرض كورونا؟ أعراض مرض الكورونا هي حمى عالية أكثر من 38 درجة مئوية، كحة جافة، ضيق في التنفس، وجع في الحلق أو سيلان أنفي. نحن الآن داخل مركز الاتصالات المعد خصيصا لطوارئ كورونا، هذا المركز الذي أنشأته وزارة الصحة بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات. هذا المركز يقدم خدمات التعريف والتوعية للمواطنين، يستقبلوا في اليوم الواحد ما يفوق 4000 مكالمة. المركز شغالين فيه في المجال الطبي فولنتيرز، هم جوا الوزارة وجوا عشان يتبرعوا بأنهم هم بيكونوا قاعدين هنا في الميديكال في الكول سنتر. مجموعة من الأطباء يقومون بعمليات التوعية والتخطيط ووضع الاستراتيجيات لطبيعة العمل داخل مركز طوارئ كورونا. التوعية الحاصلة، ودي خطوة حلوة عملتها الوزارة، إن حبت تنبه الناس من بدري إنه كيف نقدر نتفادى التجمعات دي، حاجة من دمنا يعني. فكونه حس إحنا نقدر نتواصل مع المواطنين ونحاول نشرح لهم إنه يا أخواننا ما تمشوا عرس، ما تمشوا بكيات أو كلام بالشكل ده، على أساس إنه نخفف للفترة بتاعت الأسبوعين أو 3 أسابيع الجاية دي. قبل ساعة من الآن تقريبا قالت السلطات السودانية أنه تم التثبت من وجود حالة إصابة بفيروس COVID-19 لشخص عائد من إحدى الدول العربية، ولذلك نجد أن هنالك ضغط كبير وتدفق كبير للمكالمات على هذا المركز في هذا التوقيت. السلام عليكم. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. مركز طوارئ كورونا معك.